بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. تكملة الأحاديث الواردة في الباب 20 من الكتاب السادس، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له. بالأمس تكلمنا على سجود السهو وعلى بعض التفاصيل المتعلقة به في الصلاة، وسجود السهو سجدتان عند الشافعية قبل التسليم مطلقا سواء كان السهو بالزيادة أو النقصان، وعند الأحناف السجود للسهو سجدتان بعد التسليم مطلقا ويكون فيهما تشهد سواء كان السهو بالزيادة أو النقصان، وعند المالكية إن كان السهو بالنقص يسجد سجدتان قبل التسليم بلا تشهد بعده، وفي قول عندهم يتشهد إذا كان بعد التسليم، وإذا كان السهو بالزيادة يسجد للسهو بعد التسليم سجدتان ويتشهد ويسلم. هذا مذهب المالكية. أما الحنابلة فمذهبهم يسجد للسهو فيما سجد فيه النبي قبل التسليم أو بعد التسليم فيما سجد فيه النبي، فإن سهى سهوا لم يسهو النبي يسجد قبل التسليم مطلقا كالشافعي. ده مذهب الحنابلة، ده خلاصة ما تكلمناه بالأمس. أما اليوم نكمل الأحاديث. الحديث الثاني بعد 300 والألف بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيح يقول: وحدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير، قال عثمان: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله. الثاني بعد 300 والألف. قال عبد الله اللي هو سيدنا عبد الله بن مسعود، إذا أطلق في الصحابة عبد الله يبقى إيه؟ عبد الله بن مسعود. صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال إبراهيم: زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. وهنا استدل العلماء على جواز النسيان في حق الأنبياء فيما قد بلغوه، وفي الأمور البشرية المعتادة غير المتعلقة بالدين. يبقى ممكن ينسوا في الأمور المتعلقة بالدين، بس بشرط أن يكونوا قد بلغوه قبل ذلك حتى ينبهوا. لكن ينسى في أمر متعلق بالدين قبل بلاغه هذا محال في حقهم، لأنه يكون كتمان، وهم لا يكتمون ما أمروا بتبليغه. يبقى ممكن النبي ينسى، ينسى فيما أمر بتبليغه، نعم، بعدما بلغه ينسى منه بعدما بلغه حتى ينبه أو ينبه، فإن فعله على خلاف ما بلغ إما يقول لهم أنه قد نسخ الأمر الأول، أو أنه يستدرك الأمر كما فعل النبي، لأن هو لما فعل النبي ظنوا أن الصلاة قد تغير حاله، وإن
ان ربنا سبحانه وتعالى امر النبي يغير كيفيه الصلاه. فلما سالوه ان كده على خلاف ما اعتدنا، هل هذا نسخ ام نسيان؟ قال انما انا بشر مثلكم انسى، فاذا نسي فذكرون، لانه نسي في امر قد بلغه بهم، يبقى يجوز النسيان. اما في امور الحياه العاديه فجائز، جائز انه ينسى كالامبارح ما يجراش حاجه مثلا، مش مشكله، لان هذه امور لا ينبني عليها شيء. والانبياء لما بينسوا في الامور اللي فيها بلاغ هي في حد ذاتها بلاغ. لماذا؟ لان النبي جاء ليبين امور العباده للناس والناس تنسى، فاراد الله ان يخلق الانبياء على هيئه ينسوا كسائر البشر حتى يعلموا الناس اذا نسوا يعملوا ايه. يبقى النبي هو بينسى بيبلغ للناس كيف يفعلوا اذا نسوا في صلاتهم وفي عبادتهم. يبقى في حال نسيان النبي هو مبلغ بنسيانه، لانه علم الناس اذا نسيت كيف تفعل. يبقى حتى في حال نسيان النبي هو يبلغ فيثاب على نسيانه صلى الله عليه وسلم، لان بنسيانه يبلغ. وبعدين سيدنا ادم مش نبي؟ ما هو نبي، وربنا بيقول ايه؟ فنسي ولم نجد له عزما، مش كده برضه؟ فنسي ولم نجد له عزما على المعصيه، يعني اكل من الشجره نسيانا. لان انت ما تعرفش لما سيدنا ادم امر بعدم الاكل من الشجره، وبعدين مر عليه قد ايه على ما اكل منها؟ ممكن يكون مر عليه 60 70 80 سنه على الامر، فيحتمل يكون نسي بطول العهد. ما احنا ما نعرفش الفرق بين الامر بالايه بعدم الاكل من الشجره اللي هو النهي عن الاكل من الشجره وبين اكله منها، كان بينهم قد ايه فتره زمنيه؟ طبيعه الانسان ينسى لما يمر عليه زمن طويل. يبقى اول ناسي هو اول الناس، اول ناسي هو اول الناس سيدنا ادم، وسيدنا ادم نبي، يبقى الانبياء تنسى. شفت بقى كل ده ليه؟ لان بعض الناس اللي بينكروا نبوه نبينا بياخدوا احاديث النسيان المتعلقه بالنبي، يقول لك شوف لو كان نبي ما ينساش. وبعدين طالما بينسى ايه اللي يضمننا بقى انه نسي بلغنا بعد ما امر بتبليغه؟ شوف عايزين يخشوا من هذا الباب، في حين انها لها قواعد. لو لم ينسى ما يبقاش كامل البشريه، والنبي كامل في بشريته كما انه كامل في نبوته كما انه كامل في رسالته. فلو لم ينسى ما يبقاش كامل البشريه، البشر المعتاد الكامل ينسى، فلازم يبقى بشر كامل صلى الله عليه وسلم. فالنسيان في البشريه كمال، شوف قد ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكمل البشر، وطالما اكمل البشر يبقى ممكن ينسى. طب ولو نسي؟ نسيان النبي لا يتعلق بالبلاغ، فان تعلق فيما بلغ يكون بعد ما بلغ بالقيود دي، واخد بالك؟ وعلى شكل قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فذكروني، يعني بشر من هذه الحيثيه، من هذه الحيثيه وليست من كل الحيثيات. يسموها حيثية ايه؟ تقييد، وليست حيثية اطلاق. فهمت ازاي؟ فدي حيثية تقييد، يعني قيد من هذه الجهة فقط، انه ينسى زي البشر لكنه ليس كسائر البشر في كل الوجوه. يعني من حيثية النسيان فهو كسائر البشر ينسى، لكن مش من كل الحيثيات، مش حيثية اطلاق، مش بشر بلا مزية، لا ده بشر بكل المزايا. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده لازم ناخد بالنا من كده. قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، يبني على اليقين يعني، فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. وعن أبي قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن بشر حاء قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع كلاهما عن مسعر عن منصور بهذا الإسناد، وفي رواية ابن بشر فلينظر أحرى ذلك للصواب، وفي رواية وكيع فليتحرى الصواب. وعن أبي قال وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان
قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا منصور بهذا الإسناد وقال منصور فلينظر أحرى ذلك للصواب. وعن أبي قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد بن سعيد الأموي قال حدثنا سفيان عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى الصواب. وعن أبي قال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب. وعن أبي قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى الذي يرى أنه الصواب، يرى يعني يعتقد أو يظن. وعن أبي قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد عن منصور بإسناد هؤلاء وقال فليتحرى الصواب. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر خمسا، يعني قام لخمسة وأتمه، صلى الظهر خمسا، فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ طب ليه الصحابة تبعوه؟ لأن ده النبي، فاحتمال عندهم أن الصلاة زادت فتبعوه وهم عارفين أنه الخمسة. فلما تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى من صلاته فافتكروا فسألوا أزيد في الصلاة؟ ليبقى نسي بعدما علم الناس أن الظهر أربع ركعات. قيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين. عند الشافعي يقول لك الإمام لا يأخذ بقول الناس ولكن يأخذ بقول نفسه وإن كثروا. فهمت إزاي؟ يعني الإمام لا يأخذ بقول الناس مطلقا، يأخذ بظن نفسه فقط وإن كثر الناس. ده رأي الشافعي الراجح في المذهب. طب هنا ليه النبي خد برأي الناس؟ قالوا لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الناس تذكر نسيانه فأخذ بقول نفسه برضه، ده كلام الناس أعانه على التذكر فهو أخذ بقول نفسه برضه مش بقول الناس. فهمت ازاي؟ فصار قرينة رجحت عنده ثم أخذ بقول نفسه. فده لحسن تفتكر ان الحديث ده يرد على الشافعية يعني ولا حاجة، فلابد احنا نشاف ان ندافع عن مذهبنا. فهمت؟ لأن الإنسان ممكن يبقى يعني شاكك كده واحتمال، فلما يلاقي الناس تتكلم يقوم يرجح عنده ويبقى في الآخر أخذ القول لنفسه برضه. فهمت ازاي؟ لكن كان قول الناس قرينة وترجيح له. وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن الحسن ابن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة أنه صلى بهم خمسا. طب لو واحد غير النبي بقى وقف لخمسة تعمل انت ايه؟ الصحابة كانوا معذورين لانه بيصلوا خلف النبي والنبي هو اللي بيشرع، فقالوا احتمال الصلاة اتغيرت. لكن احنا دلوقتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم مفيش حد هيشرع، خلاص الصلاة ثبتت على عدد معين. فافرض الامام في المغرب ام لرابعة او في الظهر ام لخمسة او في العصر ام لخمسة او في الصبح ام لتالتة، تعمل انت ايه يا مأموم؟ تفضل قاعد ولا تتابعه فيما زاد، لا تتابعه فيما زاد، كويس؟ وتنبهه، تقعد وانت قاعد تقول له سبحان الله، مش تقف وتنبهه وانت واقف معاه، لا ده انت تفضل قاعد وتنبهه وانت جالس. طب هل الامام يأخذ بقول من خلفه ام لا؟ الشافعية يقول لك لو تذكر بتذكير الناس له يبقى ياخذ بقولهم وينزل، ويبقى في الحال اللي هو بياخذ بقول نفسه برضه وينزل ويقعد وبعدين يبقى يسجد للسهو. طب افرض ان الامام متاكد ان هو صح والناس اللي وراه هي اللي سرحانه، ما ياخدش بقوله ويفضل واقف، طب والمأموم يعمل؟ يفضل قاعد. طالما المأموم متاكد في اعتقاد نفسه والامام متاكد في اعتقاد نفسه كل له اعتقاده، فالمأموم يفضل قاعد يقرا التشهد والامام يكمل ركعته ولك ان تنتظره حتى ينتهي من تشهده وتسلم بعده، كويس؟ ولك ان تسلم وتتركه هو يكمل صلاته براحته. فهمت بقى المساله؟
عند الأحناف تفصيلة أخرى. عند الأحناف لو جلس وقرأ التشهد في الركعة الرابعة وبعدين راح قايم، بدل ما يسلم قام، قال الله أكبر. الله، ده فاكره التشهد الأوسط ده ولا إيه حكايته؟ فهمت إزاي؟ يحتمل. فراح قايم قال الله أكبر، وأنت قاعد مستنيه يسلم لقيته بيقول الله أكبر بيقف. فالأحناف عندهم يقول لك إيه؟ لك أن تتابعه وتبقى سنة بالنسبة لك، وتبقى الركعتين دول سنة. ليه؟ لأن عندهم التسليم مش ركن، يبقى هو كده أنهى صلاته بغير تسليم وأنشأ صلاة جديدة. فخش معايا وخليها سنة. فهمت تفاصيل الأحناف؟ لكن الشافعي يقول لك لا ما تقولش، ما ينفعش. طب انا قلت له سبحان الله مش عايز يسمع الكلام، الشافعي يفضل قاعد ملوش دعوه بقى خلاص، لكن المالكي يتكلم، له ان يتكلم في الصلاه لمصلحته. المالكي يقول له قمت لخامسه اجلس جوه الصلاه. فهمت ازاي؟ يعني المالكيه يجيز الكلام بقدر تذكير الامام، واستدلوا بحديث ذو اليدين اللي احنا هنقراه الان، انه كلم النبي والنبي رد عليه ثم اتم الصلاه على هذا الكلام فلم تنقطع. واضح؟ الشافعيه ما خدوش بحديث ذو اليدين اللي فيه الكلام، قالوا لان ده خاص بزمن التشريع فده حادثة حال، خاص بزمن التشريع فده حادثة حال لا يتكرر. فهمت بقى المساله؟ فتلاقي الاحاديث واحده، وكل واحد من علماء المسلمين يجتهد في فهم الحديث اجتهاد، فيبقى له مذهب في الحديث. اللي يجي بقى بتوع اليومين دول اللي هو كان الحديث مذهبي، طب ما مذهبك على اي فهم؟ على فهمك انت؟ يعني انا اخد فهمك انت واترك فهم الامام ابو حنيفه؟ او اخد فهمك انت واترك فهم الامام الشافعي؟ يعني ايهما ارجح في الفهم واقرب عهدا بالنبوه؟ دول الائمه دول. فلازم ان انا استرشد بفهمهم. انما ما جيش انا واحد بتاع اليومين دول اللي هو اصلا فهمه في اللغه العربيه ضعيف، وادراكه للسنه اضعف، وبعيد العهد عن وقت النبوة، وبعيد العهد عن الرواية والدراية، وبعدين يقول لك أنا هفهم أنا وبعدين لما أفهم أعمل على. ما ينفعش هذا الكلام ده، يعني لا يصح إن الإنسان يفكر فيه لحظة. فلابد إنك تسترشد بفهم السابقين، لأن في الدين كلما كان الأمر قديم وقريب العهد بالنبوة كان أحدث، وفي أمور الدنيا كلما كان حديث يبقى أحسن. انت ما تركب عربيه موديل السنه دي احسن من موديل السنه اللي فاتت. ده في امور الدنيا. انما في فهم الدين كلما رجعت لفهم الاول الاقدم كلما كنت اصوب. لان الدين متعلق بالانبياء، والانبياء كانوا في الماضي. انما امور الدنيا فيها تطور بقى، ما يجراش حاجه، تجيب الموبايل بتاع السنه دي احسن من موبايل السنه اللي فاتت، دي امور دنيا بقى. فهمت ازاي؟ فلابد انك انت ترجع للايه؟ للفهم الاقدم. في هذه الأمور. وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة أنه صلى بهم خمسا. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال صلى بنا علقمة الظهر خمسا، فلما سلم قال القوم يا أبا شبل قد صليت خمسا، قال كلا ما فعلت، قالوا بلى، قال وكنت في ناحية القوم وأنا غلام فقلت بلى قد صليت خمسا، قال لي وأنت أيضا يا أعور، يعني حتى أنت كمان تقول ذاك، قال قلت نعم، قال فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال عبد الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمسا، فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال لا، قالوا فإنك قد صليت خمسا، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم، ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وزاد ابن نمير في حديثه فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين.
واحد تاني كان يقول طب ما ربنا كان ممكن ينزه النبي عن النسيان ويخبر امته بالقول دون ان يحدث هو في حاله، لما تنسوا يا جماعه في صلاتكم اعملوا كذا وكذا بالقول، هو ما ينسيش خالص، مش كان ممكن يعمل كده؟ لا. ليه بقى؟ لان البلاغ بالفعل اقوى واثبت في النفس من البلاغ بالقول. فدي نقطه. ثانيا يبين كماله في البشريه، لان كده هيبقى مش بشر معتاد من جميع الوجوه، ده هو عايز يبقى بشر معتاد من جميع الوجوه بس كامل في كل الوجوه، يبقى بشر معتاد في جميع الوجوه ولكن كامل في كل الوجوه. فيبقى هو لو ما نسيش كان هيبقى نقص في البشريه. فهمت بقى المساله؟ فكان كمال له، لان القضيه دي مهمه، لانه قتلها الناس بحثا وضل فيها ناس كثيرين في تجويز النسيان على الانبياء وعدم تجويزه، وقال النسيان نقص ولا مش نقص وغيره. لدرجه الامام البيجوري في حاشيته جايب اشعار لطيفه كده لم ينسبها لقائلها، ما اعرفش مين قائل لكن هو ذكرها في حاشيته، بيقول ايه؟ يا سائلي عن رسول الله كيف سهى، والسهو لا يكون الا من كل قلب غافل لاهي. لان السهو دليل الغفله، والغفله نقص، مش كده برضه؟ يا سائلي عن رسول الله كيف سهى، والسهو لا يكون الا عن كل قلب غافل لاهي. يقوم يجاوب يقول ايه؟ قد سهى عن كل ما سوى الله، قد غاب سره عما سوى الله فسهى، فالتعظيم لله. يبقى هو سهى عن العباده مش عن المعبود، سهى عما سوى الله، قد غاب سره عن كل شيء فسهى عما سوى الله فالتعظيم لله. فهمت ازاي؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يسهو يسهو عن العباده لا عن المعبود، يسهو عن الذكر لا عن المذكور. فهمت بقى ازاي؟ فدي نقطه مهمه. يا سائلي عن رسول الله كيف سهى، والسهو لا يكون الا عن كل قلب غافل لاهي، قد غاب سره عن كل شيء فسهى عما سوى الله فالتعظيم لله. موجودة في حاشية البيجوري، لو انت في كتاب في باب السهو في الصلاة تجيبها حاشية البيجوري انت هتلاقي جايب لك الأشعار. كان يوضع السؤال شعرا ويجاوبوا عليه شعرا، واخد بالك؟ يعني يوضع السؤال في هيئة شعر ثم يجاوب عليه شعرا. والإمام السيوطي ليه في الفتاوى كتير، كانت تجي له أسئلة من أهل عصري شعر فيرد عليهم بالشعر بنفس الوزن. فكانوا علماء يعني اقوياء، يعني الجاهل كمان كان بيعرف يكتب شعر وعارف الاوزان، عشان تعرف ان مستوى الناس كان ايه في اللغه في العصر في العصور دي يعني. يعني لما يحب يسال اللي بيسال ده المفروض انه جاهل، يقوم يسال بالشعر. الله، ده الشعر يعني كانت سليقه، اللغه لسه كانت في ايه سليقه عنده. وعن ابي قال وحدثناه عون بن سلام الكوفي قال اخبرنا ابو بكر النهشلي عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عبد الله رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فقلنا يا رسول الله ازيد في الصلاه؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. قال انما انا بشر مثلكم اذكر كما تذكرون وانسى كما تنسون، ثم سجد سجدتي السهو. وعن ابي قال وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال اخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص؟ قال إبراهيم والوهم مني. فقيل يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء؟ فقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام، يعني بعد ما سلم وتكلم كمان كويس.
وعن أبي قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما زاد أو نقص. قال إبراهيم وأيم الله ما جاء ذاك إلا من قبل، يعني الشك من ناحيته هو، من قبله هو. ما جاء ذاك يعني ذاك الشك يعني إلا من قبلي. قال فقلنا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ فقال لا. قال فقلنا له الذي صنع؟ فقال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. قال ثم سجد سجدتين. وعن أبي قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال سمعت محمد بن سيرين يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، يعني صلاة رباعية، فسلم في ركعتين، ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يتكلم، وخرج سرعان الناس قصرت الصلاة. يعني سرعان الناس مشيوا بعد ما سلم النبي من ركعتين وإيه وروحوا قصرت الصلاة، قصرت الصلاة، روحوا مشيوا. فهمت إزاي؟ فقام ذو اليدين اللي هو الخرباق ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق لم تصلي إلى ركعتين. فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر، يبقى سجد هنا سجود السهو بعد التسليم، فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. قال وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال وسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، بمعنى حديث سفيان. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين. هنا بغير إيه شك، الثانية إحدى صلاتي العشي، الظهر أو العصر، الرواية دي بقى قال لك العصر محددة، واضح؟ فسلم في ركعتين. فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. كل ذلك لم يكن، طب هل يجوز الكذب في حق الأنبياء؟ فقعدوا يتناقشوا العلماء هل يجوز الكذب في حق الأنبياء؟ لأن الكذب قول خلاف الواقع، مش كده برضو؟ عند المناطق الكذب القول خلاف الواقع، لكن عند علماء الشرع الكذب خلاف ما يعتقد الإنسان ولو كان على خلاف الواقع أو موافقا للواقع. فهمت إزاي؟ يعني العبرة باعتقاد نفسك عندما تقول الكلام، هل تقول الكلام ده وأنت معتقد فيه؟ فلا تكون كاذبا ولو كان مخالفا للواقع، واضح؟ ولا العبرة بخلافه للواقع بغض النظر عن اعتقادك حين قولك. المناطق يقول لك الكذب هو خلاف الواقع مطلقا سواء كان على اعتقادك أم على غير اعتقادك، واخد بالك؟ مطلقا. لكن أهل الشرع قالوا لا، الكذب هو الكذب المنهي عنه أن تقول على خلاف ما تعتقد. فهمت إزاي؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كل ذلك لم يكن كان على اعتقاد نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني لم تقصر الصلاة ولا أظن أني نسيت على اعتقاد نفسي، يبقى كان صادقا عندما قال ذلك وليس كذبا. يبقى اللي قال عليه أن ده يخالف الواقع ويبقى كذب، ده على اعتقاد المناطقة وليس على اعتقاد أهل الشرع، لأن إيه؟ وبالتالي الكذب محال في حق الأنبياء. فهمت بقى ازاي؟ كل ذلك لم يكن، وممكن يقول لك كل ذلك يعني لم يجتمع الاثنين، قصر الصلاه ونسيان، مش كده برضه؟ تحتمل دي ويبقى برضه مطابقا للواقع في الحاله دي، حتى على اعتقاد المناطقه يبقى برضه صح وليس كذا. كلمه النبي لما يقول كل ذلك لم يكن يعني لم يكن نسيان
ولم يكن قصر مجتمعين، لكن احدهما وقع، يبقى برضه على اعتقاد المناطقه برضه صح. فتيجي تحاول تجيبها كده تجيبها كده تلاقي النبي صادق في كل احواله. فهمت بقى؟ فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. وهنا دل على أن الكلام نسيانا في الصلاة لا يبطلها، هذا بالإجماع، إلا عند أبي حنيفة قال إنه يبطل حتى لو ناسي، يعني بإجماع الجمهور يعني، ما عدا الإحناف عندهم الكلام ولو ناسي لو كثر يبطل الصلاة ويعيدها. طب وحديث ذو اليدين يا أحناف؟ قالوا: ما ده منسوخ، ده بحديث ابن مسعود إن من تكلم في الصلاة فعليه يعيد، واخد بالك؟ الشافعية بقى ردوا عليه. وبعدين قالوا إيه؟ قالوا: خد بالك كمان إن ذو اليدين ده مات في بدر، ده كلام مين؟ الأحناف. وإن أبو هريرة ده بيروي الحديث عن أحد الصحابة اللي حضروا الواقعة، لأن أبو هريرة أسلم في خيبر 7 هجرية وده راوي الحديث، يبقى ده بيروي عن أحد الصحابة. جم بقى الشافعية ردوا عليه ردود، وابن عبد البر المالكي رد عليه ردود على الأحناف، وقالوا: إن أنت تقصد اللي مات في بدر ده ذو الشمالين مش ذو اليدين، ده شخص تاني، ذو الشمالين خزاعي، واخد بالك؟ إنما ذو اليدين ده من قبيلة سلمي، من بني سلمة، ده أنصاري، ده غير ده شخصين. وإن الحادثة دي حضرها أبو هريرة فعلا، وأنها كانت بعد خيبر، وأنها كانت في آخر العهد، مفيش نسخ، تقل نسخ. فهمتوا؟ قعدوا يتناقشوا بقى مناقشات طويلة في حديث ذو اليدين بين الأحناف وبين الجمهور، لأن الأحناف حملوه على إن ذو اليدين ده مات في بدر، واعتقد أن ذو اليدين هو ذو الشمالين. فهمت ازاي؟ لا ذو الشمالين ده واحد تاني خالص. فهمت؟ فدي علشان يعني تعرف الردود المتعلقه بهذا. ابن عبد البر الف مصنف في الحديث، حديث ذو اليدين ده بالذات، وجاب بقى الاحكام المتعلقه به والروايات المختلفه، ورد فيه على الاحناف ومن قال ان فيه نسخ او شيء من هذا، لانه مالكي والمالكيه يجيزوا الكلام، واخد بالك؟ لمصلحه الصلاه يجيزوه مطلقا. فمسك الحديث ده وتناوله من جميع رواياته، ورد فيه على الأحناف، وإيه وانتصر فيه لمذهب المالكية في هذه المسألة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. وعن أبي قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز قال حدثنا علي وهو ابن المبارك قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى ركعتين من صلاة الظهر ثم سلم. يبقى اللي فات، الرواية اللي فات بتقول ده عصر، تاني بيقول الظهر. هل تعددت الواقعة ولا لم تتعدد؟ ولا ده وهم من أحدهما؟ كل ده محتمل، كل محتمل أن تتعدد الواقعة، ومحتمل أن يبقى وهم من أحدهما وأن هي صلاة واحدة، كل ده محتمل. ثم سلم فأتاه رجل من بني سليم فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وساق الحديث. وبني سليم دول منين؟ دول من الأنصار. وعن أبي قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعتين، فقام رجل من بني سليم واقتص الحديث. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال: زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلبي عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في 3 ركعات. يبقى ده واقعة تانية،
لان النبي نسي 5 مرات في حياته كلها، بيصلي بالناس 23 سنة وينسى 5 مرات، يبقى ما نسيش. النادر لا حكم له. شوف انت في الشهر بتنسى كم مرة، في الشهر بتذكر لسه هو كم مرة، الشهر الواحد وبتصلي مش بالناس كمان، بتصلي لوحدك. فما بقى علشان تعرف يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يعني. وبعدين ليه تعدد نسيان النبي؟ عشان يبين الحكم في ايه، في احوال النسيان المختلف. مرة ينسى التشهد الأوسط، مرة ينسى في عدد الركعات بالزيادة والنقص، فهمت ازاي؟ علشان يبين كيف تفعل في الأحوال المختلفة صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في 3 ركعات ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول. الله، ده هو ده صاحب نفس الحادثة الأولى، يبقى ده الإيه اللي جعله ربنا يذكر النبي رايح جاي في الحادثتين. فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى الى الناس، فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد وهو الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين، في يديه طول، بسيط اليدين، ذو اليدين، الخرباق كلها واحد، بني آدم واحد، فهمت؟ فقال ليه طويل اليدين؟ لأن كان لما يقف كده يمد إيده وهو واقف، إيده تطول ركبته، أنت المفروض إيدك تبقى فوق الركبة وأنت واقف، خد بالك ومادي دي، لا ده يبقى يمسك ركبته وهو واقف كده، يبقى ايده طويله، عشان كده سموه ذو اليدين، خدت بالك؟ قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجره، فقام رجل بسيط اليدين، فقال اقصرت الصلاه يا رسول الله؟ فخرج مغضبا فصلى الركعه التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. ونقف على باب سجود التلاوة يوم الاثنين القادم إن شاء الله بعد الفجر. ومن هنا ليوم الاثنين استراحة من مجلس الفجر، مش من صلاة الفجر، لا تصلوا الفجر برضه، لكن استراحة من هذا المجلس يعني، لأن هيبقى العيد والناس هتبقى مشغولة في الذبح والأضاحي، وبعضهم بياكل لحمة وكلام من ده، وهي أيام إيه؟ أكل وشرب وذكر. فمنهي الصيام فيها. يعني منهي الصيام يوم الأضحى، يوم النحر، 3 أيام التشريق، ويوم الفطر. 5 أيام في السنة ممنوع الصيام فيه. ولو صام المسلم يأثم ولا ينعقد صوم. كويس؟ 5 أيام يحرم الصوم فيها ولا ينعقد ويأثم. إيه هو؟ يوم الفطر، ويوم النحر، و3 أيام التشريق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خير. ايوه. هذا خصوصيات في ايه؟ من حيث ايه خصوصيه؟ من حيث ايه؟ من حيث الكلام يعني؟ الشافعيه قالوا ان ده حادثه حال، ان لا يجوز الكلام في الصلاه وتذكر الامام بالكلام. فقالوا ده حادثه حال. المالكيه قالوا لا، يجوز الكلام طالما نسيانا لتذكير الامام لمصلحه الصلاه. الصحابه لم يصلي معهم. ايه؟ الصحابه لم يصلي معهم. مين؟ الصحابة. لا، لم يكلموا النبي؟ لا، ما هو الصحابة كانوا موجودين. وكملوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسرعان الناس اللي مشوا وصل لهم الخبر، فأعادوا صلاتهم. أعادوا صلاتهم وخلاص. لو حصلت دلوقتي يا دكتور الواحد يعيد ولا يكمل؟ في إيه؟ لو حصل والناس اتكلمت والإمام يعني صلى. أنت الشافعي، الشافعي بينوي المفارقة ويكمل صلاته على ما يعتقد وخلاص، وما بيعيدش حاجة. الشافعي المأموم بيحل ازمته. سيب الناس تتكلم، ده على مذهب ده وده على مذهب ده وده على مذهب وده على مذهب. انا مذهبي ان انا مش هتكلم. اقول له سبحان الله، رجع رجع، ما رجعش خلاص، انا ماشي في صلاتي وأكل معتاد. وهو بقى ايه؟ انت تكمل. يعني افرض ان الامام في التشهد الاوسط راح مسلم، وانت ايه عايز تجيب الثالثه والرابعه، فتقول له سبحان الله،
لو تذكر وقام قوم بقى وكمل صلاتك، ما تذكرش وفضل قاعد والتاني بيكلمه ذو اليدين. واحد بقى هيبقى زي ذو اليدين يعني، مش هيبقى ذو اليدين بيفكروا يعني، وابتدوا بقى ايه يطبقوا حديث ذو اليدين. وانت قاعد يا شافعي بتعمل ايه؟ انت بتقوم عادي تكمل الركعتين بتوعك ومالكش دعوه بيهم، وتسلم وتقعد تختم صلاتك، السلام عليكم وتنك ماشي. بس الملكيه بقى يقعدوا يذكروا بعض ويقوموا يكملوا معاه ويسجدوا للسهو وكله ماشي. ده صلاته صحيحه وده صلاته، والحمد لله ربنا وسع على الناس. يعني كلمة مغضبا دي يعني كان يعني مشغولا، يعني فيه كأنه كان مشغول في حاجة. فهو لما عبر ان النبي صلى الله عليه وسلم عابس الوجه اعتبرها غضب، لكن هو كان مشغول في حاجة، وشغله ده هو اللي ايه كان سبب انه نسي، يعني ايه نسي عدد الركعات بسبب عدم تذكير الصحابة ليه في الصلاة يعني. لا لا مش مغضبا، ما نعرفش مغضبا علشان الصحابه ما ذكروش ولا لا، ممكن كان مغضبا بمعنى ان هو مشغولا في امر ما من امور الوحي، من امور الامه، من امور خاصه نفسه، الله اعلم. واخد بالك يعني احنا مش هندخل في حاجه نعبر عنها احنا ما نعرفهاش. هو الصحابي قال كده مغضبا، عبر عن موقف النبي وحاله كده انه كده مغضب. واخد بالك ما سالناش النبي انت غضبان ليه؟ ما نعرفش. هو هل هو كان غضبان فعلا ولا النبي كان مشغولا فعبر الصحابي عن هذا بالغضب؟ زي ما تبقى انت مثلا ايه مشغول وماشي كده مكشر لانك بتفكر في حاجه، فواحد يفتكرك غضبان وانت مش غضبان ولا حاجه، ده انت بتفكر في حاجه. فده تعبير الصحابي ان يعني هو فهم ان هو كده ان ده مغضب يعني. والله تعالى اعلى واعلم. الصلاه منفرده والواحد اخطا او نسي ونسي يسجد السجود، لو نسي سجود السهو بالرغم انه عليه سجود السهو الصلاه صحيحه، لان حكم سجود السهو ليس من اركان السهو، ولكنه جبرا لما حدث، فهو حكمه سنه وليس ركن. وبالتالي لو نسي حتى سجود السهو لا يضر، قلنا هذا بالامس في هذا الحكم. والله تعالى اعلى واعلم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، يسر امورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، وفقنا وسائر المسلمين يا رب العالمين لما يرضيك عنا، وثبتنا على ذلك لان نلقاك على اكمل حال من الاسلام والايمان والاحسان يا رب العالمين، واحفظنا في انفسنا وفي ذريتنا الى يوم القيامه يا رب العالمين على هذا الدين القويم، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويوم يقوم الأشهاد، وشفع فينا حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا الله.